منذ قليل لما صفأ الطيران الحربي الروسي مدينة اللطانة بالفوسفور الحارق. نلاحظ العشب يشتعل، العشب يشتعل من جراء القصف بالفوسفور الحارق. هذه هي القنابل، هذه القنابل التي اشتعلت. نلاحظ هنا الحفر. وين؟ لا تزال النار تشتعل، لا تزال النار تشتعل من جراء الفوسفور الحارق. هاي مطاقة. هاي في هذا المكان أيضا هذا من جراء القصف الطيران الحربي الروسي. هذه هي القنابل الفوسفورية. هذا هو الفوسفور الحارق، هذا هو الفوسفور الحارق. لا تزال النار تشتعل في العشب الأخضر من جراء القصف بالفوسفور الحارق على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. 8/4/2017. صور الزبد هذه. صور. لا طل الزبد. اترك. ها بقايا قنبلة، هذه قنبلة أيضا مشتعلة، وهذه هنا قنبلة أيضا مشتعلة. إذن هذا هو الفوسفور الحارق يحرق العشب الأخضر. أيضا هذا هو الصاروخ، هذه هي قاعة الصاروخ، هذه هي قاعة الصاروخ. إذن في هذا المكان سقط الصاروخ، الحقيقة لم يحدث حفر على الإطلاق. هذا مكان الصاروخ الذي سقط فيه. هنا قنبلة. إذن هذا هو الفوسفور الحارق الذي يحرق العشب الأخضر.